باعث الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أكرم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقرآنه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد محكم. فعلا جاء يأجوج ومأجوج
فما استطاعوا أو فما استطاعوا كما يقول القرآن أن يجدوا خللا في هذا السد، ولا استطاعوا أن يقفزوا من فوقه أو ينوروا من فوقه. هذا الرجل العظيم لما ينظر إلى هذا الإنجاز الكبير، هذا الإنجاز العظيم، يقف بكل تواضع ويقول هذا رحمة من ربي، أي واقعا من رحمة الله علينا، من رحمة الله بالبشر الذي مكننا أن نصنع كهذا. هذا يأخذنا إلى قضية مهمة في هذه القصة، وهي قضية الأخلاق. الأخلاق إخواني أخواتي جدا مهمة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما يقول، هو يلخص رسالته في جملة واحدة، يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاق يعني أنا مو جاي بس أعلم صلاة، أعلم صيام، لا، أنا جاي أخلي الإنسان يصير إنسان بكل معنى الكلمة وبكل جوانب الحياة. بالأمس كنت أتحدث مع أحد المؤمنين، كان يحدثني يقول قرأ هو في أحد الكتب الغربية، كتب عن الحضارات، كتب كاتب غربي. هذا الرجل يقول أن لما قرأت في هذا الكتاب، باب الصدفة كنت قاعد أقلب فيه كتاب عن الحضارات، فمرت بالحضارة الإسلامية، المؤلف الرجل صاحب الكتاب يقول أن النبي محمد صلى الله عليه وآله كان كما يسميه the first oral hygienist، يعني أول من اهتم بنظافة الأسنان والفم. هذا كاتب، لا هو مسلم ولا شيء أبدا، يعني الإسلام تطرق حتى في هذه الأمور البسيطة. واللي منكم يحب يراجع كتاب مكارم الأخلاق، كتاب اسمه مكارم الأخلاق للطبرسي واقعا، اللي يبحث فيه أمور وآداب متعددة، آداب الطعام، آداب السفر، آداب النوم إلى آخره، آداب معينة. يعني الإسلام ما ترك شيئا، ما ترك بابا إلا وفتحه في جميع الأمور الصغيرة والكبيرة. وهذا وقع من عظمة الإسلام. لا يوجد دين في العالم اليوم كالإسلام بهذه الدقة، هذه الدقة. تفريش الأسنان، حتى تفريش الأسنان مثلا أو المسواك يتطرق لها الإنسان. كيف تأكل؟ شلون تأكل؟ سأكل بعض الديانات مثلا تلاقيها ديانات روحية متعلقة بالروح، رياضات روحية، بس ما يتطرقوا لك لهالتفاصيل هذه. أما الإسلام لا، يتطرق لكل شيء. فالإسلام واقعا هو دين الأخلاق، دين الأخلاق. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان خير مثال على ذلك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني الشيء اللي جمع الإنسان، جذب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أخلاق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الأخلاق العالية، أخلاق نبيلة، أخلاق كريمة. مو يجي في اليوم رجل يهودي أقرب النبي صلى الله عليه وآله قربا، فجاءه وهو متوجه إلى الصلاة في المدينة، والنبي صلى الله عليه وآله رئيس الدولة، رئيس دولة بالمدينة، مو بس نبي، رئيس دين، رئيس الدولة. جاءه فأمسك به من جيبه، قال له يا محمد، صلى على محمد وآل محمد، أنت ديني، أنت ماخذ مني دين، أريدك تأدي لي إياه الآن، أعطيني إياه. النبي قال بس هسه مو وقت تسديد الدين، بعد فترة. قال له لا، أنا أريد الآن فلوسي، حرم، كيف؟ أريد أموالي الآن، ولن أدعك تخطو خطوة واحدة إلا بعد أن تعطيني الأموال. النبي صلى الله عليه وآله وقف. المسلمين شافوا النبي ماكو جوي، شافوا هذا الرجل مستوقف النبي صلى الله عليه وآله وبهذه الصورة الفظيعة، فأرادوا أن يفتكوا بهذا الرجل. أوقفهم النبي صلى الله عليه وآله، قالوا واحد انتظروا، هذا الرجل يطلب حقا، خلص نبقى هنا.
نصلي في هذا المكان، فعلا صلوا هذا المكان، صلوا صلاة العصر، صلوا صلاة المغرب، صلاة العشاء، لا يدع النبي يتحرك، لا تبقى هنا. وهو رئيس الدولة بقي معه إلى ثاني يوم. اليوم الثاني وقف هذا الرجل أمام النبي صلى الله عليه وآله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هكذا أخلاق من رئيس دولة والجيش تحت سيطرته، كلمة واحدة كان يفني هذا الرجل، خلص عليه، سموه اللي يقضي عليه، يروح 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 يقول له روح، من يجي الوقت مثلا نعطيك أموالك مثلا. أبدا، قال: هذا خلق النبيين، هذا خلق النبيين، وأنا قرأت عنك في كتب الأولين فأردت أن أتيقن بنفسي. أنا اللي بتأكد هسه، تأكدت فعلا هاي الأخلاق مو أخلاق بشر عادي. هذا واقعا ما جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فإذا رزقت خليقة محمودة فلقد اصطفاك مقسم الأرزاق. الناس هذا رزقه مال وذا علم وذاك مكارم أخلاقي. وقع هكذا، وطوبى لمن له مكارم الأخلاق. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم شنو؟ خلقكم. خلقكم هذا مو معناته أن الأخلاق تغني عن الصلاة والصيام والإيمان، لا. اللي منكم يقدر يروح يقرأ دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية، وموجود أيضا في مفاتيح الجنان. هذا الدعاء أخواني يستحب قراءته أيضا ليلة 23 من رمضان، يستحب قراءة هذا الدعاء، اقرأوه. وأنا أحرص أود أيضا عندما أذهب إلى الأماكن المقدسة، المزارات المشرفة، أقرأ هذا الدعاء، اقرأوا، لأن الله يحب أن يدعى في تلك الأماكن، خصوصا تحت قبة الحسين سلام الله عليه، فإن الدعاء تحت قبته مستجاب، تحت قبته مستجاب. فادعوا بهذا الدعاء، لأنه واقعا يحسن أخلاق الإنسان، يخلي يفتح آفاق الإنسان، يخلي يفهم شنو حسن الخلق. بس إذا تقرؤون في هذا الدعاء، أول ما يبدأ الإمام سلام الله عليه يقول: اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. فالإيمان الأخلاق الحسنة مو بس مجرد أخلاق طيبة، لا، إيمان، لأنها تنتج من صلب العقيدة، من صلب الإيمان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني أي إنسان يصلي ويفهم معنى الصلاة هذا ينعكس على جوارحه. الصوم لعلكم تتقون في الصيام، أي إنسان يصوم ويفهم معنى الصيام هذا ينعكس على نظره، أذنه، لسانه، جوارحه. فالتقوى تنعكس، التقوى باطنية تظهر على الجوارح، من الباطن تظهر، مثل ينبوع، شلون تفتح انت ينبوع يظهر يفوح، هكذا التقوى. فالأخلاق جدا مهمة، وهذه الآيات تتطرق إلى خلق عظيم من هذا الرجل، وهو التواضع. التواضع، إنسان مثل ذو القرنين، صاحب جيش، وكما يقرأ القرآن، كما يتلو علينا القرآن، ذهب إلى الغرب وجاء إلى الشرق، يعني سيطر على غرب الأرض وشرقها، بعدين ثم أتبع سببا، بعدين جاء عند هؤلاء القوم. يعني الآن لما وصل عند هؤلاء كان مسيطر على تقريبا الكرة الأرضية، قائد جيش كبير، ملك عظيم،
حدث عظيم مثل هذا يأتي أناس لا يكادون يفقهون قولا، كلش ما يفهمون الحديث، بسطاء سذج أو لغتهم مثلا مو مفهومة، يجي يقعد وياهم يحاول يفهم مشاكلهم يحللهم المشاكل. البعض يتساءل أين كان هذا المكان؟ والظاهر والله أعلم هناك أقوال كثيرة للمفسرين والمؤرخين، ولكن البعض يقول أنها في حدود على حدود اليوم دولة جورجيا ودولة روسيا، هناك أكو جبلين بين هالدولتين، ووجدوا العلماء الآثار آثاراً لسد قد يكون أو تكون صفات هذا السد كالصفات المذكورة في القرآن الكريم. فالبعض يقول لعلها في تلك المنطقة بين السدين بين جبلين، هو سد الجبلين بالسد. على أي حال هذا واقعا يرشدنا إلى أهمية التواضع. الإنسان مهما كان حتى لو صار في ذو القرنين، هالملكة هالعظمة يتواضع. يقال عن يروى عن جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، جعفر بن أبي طالب أخو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان أكبر من الإمام بعشر سنوات. جعفر هاجر الهجرتين، هاجر هجرة أولى إلى الحبشة، وكانت زوجته أسماء بنت عميس، فأنجبت له ولده عبد الله الذي كبر وتزوج بزينب الكبرى عليه السلام بنت أمير المؤمنين. عبد الله بن جعفر الطيار تزوج من زينب الكبرى عليه السلام، وأنجبت منه صبيين عون ومحمد اللذان استشهدا مع خالهما الحسين عليه السلام في كربلاء. ثم لما مات أو لما استشهد جعفر، جعفر رجع بعد الحبشة إلى المدينة، ووصل حسب الظاهر في السنة السابعة للهجرة. كان هستوهم الآن المسلمين انتصروا في خيبر. بعد الانتصار في خيبر وصل جعفر، فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قولته الشهيرة: لست أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بفتح خيبر أم برجوع جعفر. فرجع جعفر إلى المدينة والتحق برسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن بعد فترة قصيرة سرى هو مع جيش المسلمين إلى مكته حيث قاتل الروم، قتل هو بعدما قطعت يداه في المعركة، قتل استشهد رضوان الله تعالى عليه. ثم من بعده صار عبد الله بن رواح هو رئيس الجيش فقتل أيضا، هو أيضا استشهد رضوان الله تعالى عليه. ثم زيد بن ثابت أبو أسامة بن زيد أيضا قاد الجيش واستشهد رضوان الله تعالى عليه. واليوم الآن عندهم مزار حكومة مراقد مسوين في مدينة مكتة اللي هي اليوم تقع في الأردن، بلد الأردن بلاد الشام موجودة هناك. فاستشهدوا رضوان الله تعالى. واللطيف يقال أن أسامة بن زيد لما أمره الرسول صلى الله عليه وآله على الجيش، والرسول كان مريضا، أسامة لما مشى في الجيش قاتل الروم، ويقال أنه قتل قاتل أبي انتصر هو بالمعركة ورجع. على أي حال بعد استشهاد جعفر سلام الله عليه، أو لما وصل خبر استشهاد جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، حزنا شديدا، ونادى بعبد الله ابن جعفر، كان طفل صغير، فالنبي صلى الله عليه وآله أخذه واحتضنه وبكى عليه واهتم به وقال إن الله أبدله، يعني أبدل جعفرا، بجناحين يطير بهما في الجنة، فعرف بجعفر الطيار لذلك. وهذا ما يشير إليه الإمام الحسين يوم عاشوراء: أو ما تعلمون أن جعفر الطيار في الجنان عمي؟ يقول لهم. وكذلك الإمام السجاد عليه السلام يقول في خطبته الشهيرة في الشام:
ومنا الطيار، ومنا الطيار. أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا الزهراء، ومنا سيد الشهداء حمزة، ومنا الطيار، ومنا سبطاء هذه الأمة، ومنا مهديها. وأمير المؤمنين كذلك هو أيضا في رسالته، أحد الرسائل اللي يبعثها إلى معاوية، رسالة جدا عظيمة، يقول لمعاوية بن أبي سفيان: أقول قولي هذا ولست بمخبر، ولكني بنعمة ربي أحدث، يستشهد المستشهدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا استشهد أحدنا سمي بسيد الشهداء، وتقطع أيدي المسلمون أو المسلمين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن من تقطع يده منا أو يده منا يده منا يسمى، يعطيه الله أو يذله الله بجناحين يطير بهما في الجنة، وذاك أخي جعفر. فهذا كان جعفر، يعني إنسان عظيم واقعا كان. بعدما استشهد أسماء بنت عميس عميس، هذه أيضا كانت امرأة عظيمة، هذه امرأة واقعا كانت حالة خاصة رضوان الله تعالى عليها، هذه كانت مع الزهراء عند وفاتها أو استشهادها، لما استشهدت سلام الله عليها أسماء كانت معها في الدار، امرأة عظيمة هذه كانت، تزوجها أبا بكر أو أبو بكر تزوج أسماء بعد جعفر، فأنجبت منه محمد بن أبي بكر ذلك الحواري المخلص من حواري أمير المؤمنين الذي استشهد بالسم، فبكى أمير المؤمنين عليه السلام وقال: رحمه الله، كان ولدا لنا، ولدا لنا. هذا الإنسان كان من حواري أمير المؤمنين، لم يعصي أمير المؤمنين قط، ما في اليوم قال له ليش، أبد أبد، كان دائما كان يقول نعم سيدي، هكذا كان رضوان الله تعالى عليه، رجل عظيم كان. جعفر بن أبي طالب هذه الشخصية العظيمة، في يوم كان عند النجاشي في الحبشة، فدعاه النجاشي قال: تعال يا جعفر. فدخل عليه هو وجماعته، دخلوا على النجاشي، على النجاشي، فرأوا النجاشي جالس على حصير بسيط على الرمل، ملابس قديمة بسيطة، بينما مكتبي هذا الملك العظيم دائما يلبس ملابس تليق بملكه، بس هالمكلا شافوه قاعد وضعه يعني مو وضع الطبيعي، فيقول: فأشفقنا منه. فهو لما رأى ذلك قال: يا جعفر، ما بكم، ايش بكم هالشكل، انتو شكلكم شوية مضطرب متغير. قالوا له: ما عهدناك هكذا، ما شفناك بهالوضع، هذا وضعك شوية انت مختلف اليوم، ليش انت هالشكل؟ قال: لقد تعلمنا من عيسى بن مريم أنه إذا أنعم الله علينا نعمة تواضعنا له. الله من يعطينا نعمة نتواضع لله سبحانه وتعالى، نشكره بالتواضع. ووصلني عيني الآن من بلدكم أو بلادكم أن الله نصر النبي محمد في بدر، وصل الخبر أن النبي انتصر، كانت معركة في بدر، وصل الخبر أن النبي انتصر في المعركة، فجلست على الثرى هكذا أشكر الله، يشكر الله لأن الله نصر النبي صلى الله
عليه وآله. إنسان عظيم واقعا. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: تصدقوا فإن الصدقة تزيد صاحبها كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله. الإنسان لما ينفق دائما الشيطان يجي يقول له: لا 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 تعطي 100 دولار، 100 دولار ايش دعوه؟ سويها 10. الإنسان يظن في مهيئته البسيطة أن أنا إذا عندي 1000 دولار أشيل 100 دولار بقى عندي 900 دولار. هكذا هو يحسبها. الله يقول: لا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. مو هيك حساباتكم، حسابات مختلفة، حسابات الله مختلفة. ما تقال 900 صحيح عليك هالشيء، بس شوف سبحان الله البركة تأتي على الإنسان. إلى الآن أنا ما رأيت شخص، واقعا أنا ما رأيت شخص إلطى الحقوق الشرعية من خمس أو من زكاة وندم وراها قال مثلا أنا ضررت، ما شفت إلى الآن. أنا مش شايف شيء واحد. بالعكس سبحان الله الإنسان مما يعطي الحقوق الشرعية الله يزيد في بركته. هذا هو واحد من اللطفاء. اليوم من علماء أصدقائنا، خطباء أصدقائنا، قال له واحد آخر، قال له: أنت ادعي من الله لا يعطيك فلوس، ادعي من الله يوفقك كل سنة تروح للحج. ليش؟ لأن الحج لمن استطاع إليه شنو؟ سبيلا. يعني إذا كل سنة يقدر يروح للحج معناته شنو؟ عنده استطاعة. يعني الله يعطيك الأموال ويعطيك الصحة ويعطيك العافية وفوقها أنت رايح للحج. هذا مو احسن من هذا الشريط. ايش عندك انت طالب اموال؟ ادعو بالحج في كل سنه وكل عام والله يعطيك ان شاء الله كل هذه سوية. هم يعطيك الاموال، هم يعطيك الصحه والعافيه، هم يعطيك التوفيق لزياره مثلا النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم، كل هالتوفيقات هذه. عجبني. وبعد كذلك الانسان احيانا بعده او نظره ضيق. اموال يريد مثلا كذا شغله معينه، فان شاء الله حاجه ادعو بشغلات اكبر اكبر. الانسان هكذا. ولذلك جاء في الحديث الشريف بخصوص الاموال والاعطاء يقول ان اذا نويت ان تعطي فاعطي في تلك اللحظه. مثلا بعض المؤمنين يقول اتبرعوا، انت تنوي في مخيلتك تقول انا اتبرع 100 دولار مثلا، بس الحمد لله. الحديث يقول راسا طلع ال 100 وكتبها او اكتب الصف مثلا وطيها. ليش؟ لانه يقول ابليس راح ياتي للانسان، هذا الانسان راح يجي له يسوي له ابليس، يحاول انه يخليه يهبط معنوياته. هو بالحسينيه شويه مندفع مثلا وكذا، قال 100 دولار، رجع للبيت مثلا فتح البريد شاف الفاتوره، اخ الله يستر. مثلا الكهرباء اخذ 100 دولار، ما ادري الغاز 200 دولار، ما ادري جامعه ابني مثلا 500 دولار، وهات. يقول لك تدري شلون هال 100 دولار غايه هوايه ترى، خليها هسه نسويها مثلا في 20. وهكذا هكذا الشيطان يفعل بالانسان واقعا، فيهبط عزيمه الانسان. وانتم اذا ملاحظين ما ادري اذا مر عليكم احيانا واقعا هيك يصير، الانسان ينوي يريد يتبرع وينوي في رقم معين يرجع شويه ورا مثلا يوم يومين يشوف لا والله يعني هذا هوايه فهمت شويه ننقصها. ف لذلك الحديث يقول ادفع رأسا ادفعها. طبعا بعقل، يعني الانسان كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الانسان اذا كان يتمكن من اعطاء المئة يعطي المئة، يتمكن من اعطاء الالف يعطي الالف، اكثر يعطي اكثر. فالنبي الاعظم صلى الله عليه واله يقول: تصدقوا فان الصدقه تزيد صاحبها كثره، فتصدقوا يرحمكم الله، الله يرحمكم بالصدقة. بعدين يقول: وتواضعوا فإن التواضع يزيد صاحبه رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله. الإنسان إذا تواضع الله يرفع بين الناس، عكس المتكبر. سبحان الله، المتكبر على قولتنا باللهجة الشعبية نقول ما ينجرع، واقعا هو كذلك.
شوفوا عنده سلطة مثلا، عنده أموال، عنده شهادة، عنده كذا، وفجأة يرى أنه هو أفضل الناس، أحسن الناس، يفهم أكثر الناس، يقول هيجي صح وهيجي خطأ، هذا لازم هيجي يصير وذاك لازم هيجي يصير. طبعا هذه هذا واحد تكبر والعياذ بالله، وهو مرض، مرض. الله يحب الإنسان المتواضع، كل ما يتواضع الإنسان أكثر الله يرفعه أكثر. لذلك الله يحب العبد في حالة السجود، لأنه في قمة التواضع والتخضع. يحب الإنسان لما يسجد التراب، شيء عظيم، يتواضع الإنسان. كان عالم من العلماء، هذا كان قاعد على منبر، منبر قاعد هو على الدرجة الثانية من المنبر، ثاني درجة قاعد عليه وقاعد يلقي الدرس، عالما معروف كان. أحد التلامذة سأله سؤالا، سأل في السؤال من هذا العالم، هذا العالم ما عرف الجواب في حينها، قال له هسه هذه ما تحضرني المسألة الآن في ذهني، ونصف العلم قوله لا أعلم. واقعا هو كذلك، العالم يعرف شنو قدر المسألة، ما يجي يجاوب هالشيء، العالم يفهم. ذلك واقعا شخص يقول لك ما أعرف، هذا واقعا أعرف أنه واقعا هذا يفهم، يفهم. أحيانا بعض المرضى يروحون يم طبيب، يقول أنا بحثت يم طبيب، شرحت له حالتي، قال لي أنا ما أعرف شنو بيك، قال شلون طبيب؟ لا واقعا هذا طبيب يفهم، أقول له على الأقل ما يريد يكذب عليك، يجرب عقاقير براسك، جرب فلان دواء وجرب فلان دواء، وهذا يسوي التجربة إلى أن يكتشف مثلا العلة. لا، يقول لك أنا هسه ما أعرف شنو السبب، مثلا نحاول نسوي فحوصات، نحاول نفهم، أو يحولك إلى طبيب آخر، هذا يفهم. نصف العلم قول لا أعلم. من الطرائف يقولون ابن العالم نصف عالم، ابن العالم يقولون نصف عالم، لأن هذا ويا أبو دائما يسمع يعطي محاضرات، يسمع مثلا يعطي فتاوى، فيقوم يفتهم. فإن العالم نصف عالم. ذلك من الطرائف أحد العلماء يخاطب أحد أولاد العلماء، يقول له أنت عالم كامل. قال له شلون؟ قال أنا ما دارس بعدني، مو مثل والدي. قال له هو ابن العالم نصف عالم، ونصف العلم قول لا أعلم، فأنت إذا عالم كامل. وهكذا. فالإنسان واقعا هذا العالم الثاني أو عالم هذا كان جالس على الدرجة الثانية من المنبر، سئل سؤالا لم يعرف الإجابة، قال هسه أنا الآن ما تحضرني المسألة، أراجعها إن شاء الله وأجيبك عليها. فهذا التلميذ شوية كان وقح، قال إن كنت لا تعرف الإجابة فلما أنت جالس فوق؟ لازم بعد تقعد ويانا هنا، ليش قاعد على المنبر إذا لا تعرف الإجابة؟ قال أنا جالس درجتين أعلى منكم، درجتين بس، اللي هي لعله مقدار علمي أكثر منكم، هاي الدرجتين. أما إذا أردت أن أجلس بمقدار جهلي لكنت أجلس تحت الأرض. هذا مقدار العلم اللي أنا عندي درجتين صاحب بيهم، الجهل مالتي لو أريد أقعد مقدار الجهل تحت الأرض كنت أجلس، كان سلم تحت الأرض أجلس، ولا على مقدار جهلي، هذا مقدار علمي هلق. هذا قمة التواضع، عالم بهالقدرة بهالعظمة يقول لك كلام. ذلك تشوف عند بعض علمائنا واقعا هذه النماذج الطيبة، التواضع، يتواضع للناس، يتواضع مهما كان درجته. ويقول النبي صلى الله عليه وآله في إتمام الحديث، يقول واعفوا واعفوا فإن العفو يزيد صاحبه عزة، فاعفوا يعزكم الله. إنسان لما يعفو عن الآخرين الله يعزه، يصير عزيز، الله لا يذله لما يعفو الإنسان عن الآخرين. وهذه قضية إخواني، هاي الأخلاق الإسلامية خلينا نحاول نطبقها. مالك الأشهر، هذا الرجل ما كان نبيا، ما كان إماما، ما كان معصوما، كان رجلا عاديا، بس كان عابدا صالحا،
كان مؤمنا تقيا. في اليوم ذكرت لكم كان يمشي في السوق فرماه احدهم بنواة التمر، شال نواة مال التمر، شال هو رماها على مالك الأشتا. قاعد ضايج ما عنده شغل وعمل، شال النواة ورماها على مالك. صاحبه قال له: ويحك، ما صنعت؟ أتدري ما فعلت؟ قال: وما فعلت؟ قال: أتدري من هذا؟ قال: من هو؟ قال: هذا مالك الأشهر، قائد الجيش في زمن الأمير سلام الله عليه، في زمن خلافة الأمير، قائد يعني وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير الدفاع، هذا كان في ذاك الوقت. تويا منو تحرشت؟ ففزع الرجل، ركض وراء مالك، وجده يصلي في مسجد الكوفة. انتظره حتى انتهى، قال: عذرا يا مالك، ما عرفتك. قال: إني قد عفوت عنك، وما كنت قاصدا المسجد، ولكنني جئته بعدما ضربتني حتى أصلي لله ركعتين أطلب منه أن يعفو عنك. القمة هذه من الأخلاق. هذا الرجل ما كان معصوم. بعضهم أحيانا، بعض الناس اللي يستشكي يقول: إمام علي هذا إمام، إحنا شو وصلنا لدرجة إمام علي؟ إمام السجادة، هذا وين؟ إحنا وين؟ أخو ما يخالف، ومع ذلك تحاول تمشي على منهجهم. بس هذا الرجل، هذا أخو أسرع شلون؟ هذا أخو مو معصوم. وصل إلى هذه الدرجة. بالمقابل زياد ابن أبيه، مقابل هذه الحادثة، شوف الفرق بين الاثنين. زياد ابن أبيه في اليوم بالمسجد واقف يصلي، واحد رماه بحصات، هو قاعد يصلي بالمسجد الكوفة، رموه بحصات. أمر أن تغلق أبواب المسجد فأغلقوها. قال: اقطعوا يد كل من في المسجد، كل واحد يقطع يد. تخيل يعني واحد رمى حصات، واحد الجاني شخص واحد، وقول يمكن هسه احمل أخاك على 70 محمل، يمكن بالغلط، لا، تقطع ايده، مو بس ايده، ايد كل من في المسجد. شوفوا النموذج. احيانا الانسان استحنا من نهز براسنا، بس احيانا واقعا واحدنا يتحول الى زياد. احيانا ما يتحمل كلمه من اخوه، كلمه واحده، كلمه قالها هذا راسا انفجر في وجهه كالاسد. اصبر يا اخي، تحمل، تحمل، ما يخالف، اعفو، سامحه، قل له الله يسامحك. هو الامام الباقر سلام الله عليه، ياتيه رجل يقول: امه كان امك كانت كذا وكذا. وام الامام الباقر كانت فاطمه بنت الامام الحسن، فالامام الباقر حسني الام، حسني الام وحسيني الاب، الامام الباقر. شخص احيانا يتحمل، هو يحشون عليه، يغضون عليه، بس على امه وابوه ما يتحمل. لكن شوف الامام هالشكل، قال: امك كانت كذا وكذا. نظر اليه ابتسم، قالت: ان كانت كذلك ما تقول غفر الله لها، وان لم تكن كذلك غفر الله لك. روح الله يسامحك. والاخلاق هذه، وهذا كان في المدينه، والمدينه كانت تحت سيطره بني هاشم. تحت سيطرة، هو كان هنا في زمانه رئيس سيد بني هاشم في زمانه. شوف الأخلاق، هذه الأخلاق الطيبة. فإخواني أخواتي هنا، خصوصا في الغرب، في الغرب الناس يشوفون أخلاقنا. هنا بالغرب يشوفون اسمك أنت أحمد أو حسن، أو اسمك مثلا فاطمة أو زينب، يرون الإسلام يجسد فيك أو فيك، يشوفون الإسلام كله فيك. يعني كل واحد فينا هنا في هذه الدولة واقعا هو سفير عن الإسلام. إذا أريتهم رسالة طيبة كنت سفيرا محمودا. مو همام، رجل اسمه همام يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول: سيدي يا ابن رسول الله، أنا أتاجر في بلاد الكفر، أروح بلاد غير المسلمين، غير المسلمية، أتاجر هناك تجارتي.
قالوا لي بس بعض الناس قالوا لي انا اذا اموت هناك ويدفنوني عندهم راح احشر وياهم، صحيح الكلام؟ الامام سلام الله عليه قال انت عندما تذهب الى تلك البلاد تحدث الناس عن اخلاقك، هذه اخلاقك تمثلنا احنا باخلاقك بكلماتك بتصرفاتك. قال بلى يا ابن رسول الله. قال اذا ان مت هناك تحشر امه، امه كان ابراهيم امه، شخص وذكر امه، فيعني احنا واقعا عندنا مسؤوليه كبيره في هذه البلاد، مسؤوليه كبيره. اولا مسؤوليه الحفاظ على ديننا ومذهبنا، هاي مسؤوليه. مسؤوليه الحفاظ على دين اولادنا وبناتنا، هذه ايضا مسؤوليه. من الكبائر، اقرأوا كتب الفقه، من الكبائر التعرب بعد الهجره. شنو يعني التعرب بعد الهجره؟ يعني الانسان ينسى دينه، ينسى عاداته، تقاليده، الاسلام، هذا يصير مجرد اسم، اسم بس. يتحول الى اهل البلاد هذه، اولاده لا يعرفون يصلون، لا يصومون، لا حجاب، لا الى اخره. هذه من الكبائر والعياذ بالله. كبائر في الذنوب. عندي واحد صديق يقول في اليوم رحت للبرازيل بالفندق، شخص صاحوا اسمي بالفندق بالريسبشن. صاحوا اسمي، جاني في شخص برازيلي. قال لي هلو، قلت له هلو. قال لي انت مسلم؟ قال لي ايه انا مسلم. من الاسم اكتشف انه مسلم. قال له انا ثمن مسلم، ثمن. ثمن. قال له شنو قصد ثمن مسلم؟ قال له ابو جدي، ابو جدي كان مسلم. هاجر من زمان ابو جدي. بس انا هسه بعد لا خلاص خلصنا احنا الوضع. فعلى ابو جدي انا ثمن مسلم، عندي ثمن مسلم الدم، الدم مال الاسلام عندي بجسمي. هكذا واحد ما يدري يضحك او يبكي واقعا. فاحنا اولادنا ليكون في اليوم لا سمح الله احفادنا يقول والله انا مو مسلم. هذه مسؤوليه. خافوا لازم على دينهم، نعلمهم، نجيبهم لهالمجالس، نربيهم، نكبرهم، نبين لهم عظمه الاسلام، ثقافه الاسلام، حتى نخليهم هم يصيرون اعلام في هذه البلد، هم يصيرون امه مثل ذاك الرجل. هذه مسؤولية أمامنا على أعتاقنا أمام الناس. فواقعا هذه الأمور جدا مهمة، الأخلاق، لأن هي الناس يشوفون ديننا بأخلاقنا، بأخلاقنا. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الدين المعاملة، معاملة، المعاملة. واحد يوقف يصلي يصوم هذا زين إلا إلى هاي، بس لازم تنعكس على جوارحه، على أخلاقه. مو هذا هولاكو لما دخل إلى بغداد، هولاكو دخل بغداد فاستدعى الفقهاء، جاب الفقهاء قالوا تعالوا، جاب قال عندي لكم سؤال تفضل. قال ايهما افضل، الحاكم الكافر العادل ام المسلم الجائر؟ يا هو الاحسن، حاكم كافر بس عادل او مسلم بس ظالم جائر، ايهما افضل؟ قام له السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، هذا من العلماء اعلام المراجع الكبار رحمه الله عليه، كان موجودا، كان حارقا. فاجابه بجواب وافي، قال الكافر العادل خير من المسلم الجائر. طبعا هو اراد ان يفهمه هذا. قال وكيف ذلك؟ لان المسلمين البقيه تحيروا ما عرفوا ايش يجاوبون. احتاروا واقعا، مساله متحير، ايهما افضل؟ بس هذا كافر، بس هذا مسلم، بس هذا عادل، هذا جائر، ياهما افضل؟ احتاروا. فهو فسرها، علل الجواب. قال هذا الكافر كفره على نفسه بينه وبين ربه، الله راح يعاقبه يوم القيامه بجهنم وبئس المصير.
لكن الناس شنو يلمسون من عنده؟ يلمسون شنو؟ عدله. الناس يلمسون عن اخلاقه، طريقه تعامله مع هذا اللي يستلم الناس، هذا يلمسوه. هو كافر بينه وبين ربه، خليه يروح لجهنم. ما حيأذي الناس بكفره. راح يأذي نفسه بكفره. اما هذاك المسلم هي قاعد يصلي ويصوم، الحجاج كان يقف على المنبر ويعظ الناس بالتقوى، بل وكان يبكي لما يقول لنا يعظهم بالتقوى ويبكي وتبتل لحيته هذا الحجاج. وكذلك معاويه احيانا كان يقف على المنبر. اذا تشوف الخطبه مالته من الظاهر الهيكل مالتها ماكو، شوفها كانها خطب اهل البيت من الظاهر الهيكل، ينصح الناس بالتقوى، ينصح الناس بعباده الله، بالخوف من الله احيانا، هذا الهيكل مالتها، بس جوهر ماكو، بس منطق. فهذا يسمى مسلم، زين مسلم. بس شو الفائده؟ هذا بينه وبين ربه قاعد يصلي ويبكي من خشيه الله، يجي ثاني يوم يقتل هذا ويذبح ذاك ويبوك هذا وياخذ، شو الفائده؟ المسلمين شنو؟ الناس شنو شافوا من عنده؟ اخلاقه سيئه. مو يجلس معاويه على المنبر ويقول ايها الناس المال مال الله وانا خليفه الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت، خلاص. انا خليفه الله، الله عيني بالمنصب هذا، بعد الله اعطي واعطي، كيف؟ فالاخلاق جدا مهمه، الاخلاق كلش مهمه اخواني اخواتي، وهذا ما نراه في ذو القرنين. شوف على الرغم من انه كان ملكا عظيما حاكما، كان متواضع بسيط، يجلس مع هؤلاء الناس، يشوف شنو يحتاجون، يلبي لهم رغباتهم طلباتهم، هم هم يستمعوا له. احنا هم لازم نكون كذلك. الانسان مهما وصل، اما من الثروة، اما من العلم، اما من السلطة، خلي يكون متواضع. انا لا شيء. لذلك يقول الامام السجاد في دعاء مكارم الاخلاق عليه السلام، يقول اللهم ولا ترفعني في الناس درجة الا ووضعتني عند نفسي درجة بقدرها. كل ما زودت انا وتبتي بين الناس، بيني وبين نفسي يا الله نزلني نفس الرتبه، حتى لا يكون في اليوم اتكبر والعياذ بالله اتجبر. لذلك تراه سلام الله عليه السجاد عليه السلام عندما ارادوا الدخول به الى الشام وهو في تلك الحاله الصعبه، المنهال يقول رايت الامام سلام الله عليه من بعيد واذا بقميصه احمر، فتعجبت بأن أهل البيت عادة لا يلبسون الأحمر، فدنوت منه وإذا ما بالقميص أحمر ولكنه أحمر من دم الإمام سلام الله عليه، من الدم الذي يسيل من رقبة الإمام من الجامعة. تخيلوا كيف كانت حالة الإمام. فجاء إلى الإمام وسلم عليه، قال السلام عليك يا ابن رسول الله. الإمام هذا السلام لفت انتباهه، قال من أنت؟ الكل هنا يشتمنا يسبنا وأنت تسلم علينا. قال سيدي أنا المنهال ممن رأى جدك رسول الله وسمع حديثه. هكذا كانت حالة الإمام سلام الله عليه. يأتيه شخص في تلك الحالة، هاي الحالة الإمام ونساء الإمام وبنات الإمام وعمات الإمام وأخوات الإمام سبايا، الحالة صعبة. يأتيه رجل يقف أمامه شيخ يقول الحمد لله الذي قتلكم وأراح العبادة والبلاد منكم. ينظر إليه وهو في تلك الحالة، شوف التواضع. هذا الإمام كان يقدر يرفع يديه يدعو الله على هذا يفنيه في ثانية، بس شوف تواضع الإمام، شفقة الإمام، عفو الإمام، تصدق الإمام. قال يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال بلى. وما أنت وما القرآن؟ تخوارج. قال يا شيخ
هل قرأت بسم الله الرحمن الرحيم؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال بلى قرأت ذلك. قال يا شيخ نحن ذوي القربى الذين أمر الله بمودتنا. قال هل قرأت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال بلى. قال يا شيخ نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. قال بالله عليك أنتم هم؟ قال إي وحق جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الرجل لما شاف هذه العظمة، لما شاف هذه الهيبة، لما شاف هذه الكرامة، أيقن أن هذا فعلا وصي رسول الله، هذا من أولاد رسول الله، هذا من الطاهرين. فرفع حجارة وضرب بها رأسه، قال عذرا يا ابن رسول الله ما عرفتكم. ثم أدخلوا الإمام في الشام، يقادون في أزقة الشام، جعل يردد هذه الأبيات: أساق أسيرا في البلاد كأنني عبد من الزنج غاب عنه نصير، وشيخي أمير المؤمنين أمير. فيا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يزيد يماني في البلاد أسير. شهر الرحمة، شهر المغفرة، وها نحن الآن قد جرت دموعنا على سيد الشهداء باب الحوائج
فهذه إن شاء الله لحظة استجابة الدعاء. والكثير أوصونا بالدعاء، عندنا ناس مرضى، عندنا أصحاب حوائج، فالجميع ارفعوا أيديكم بالدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 إلهي بفاطمة سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات، شافي وعافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، على الخصوص من أوصلنا بالدعاء منهم. اللهم اقض حوائجهم، ألبسهم لباس العافية، احفظهم وارحمهم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عاجلا يا الله، وشفاعته في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة يا الله. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يده. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي الزهراء فاطمة إلا ما رزقتنا شفاعة الزهراء يا الله يا الله يا الله لقضاء الحوائج
ولشفاء المرضى ولكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما أرواح أموات الجالسين والحاضرين والبادرين والمؤسسين رحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. نعتذر من الأخوة والأخوات لعله الوقت شوية قد تأخر هذه الليلة، سامحوني على آخر ليلة الجمعة وياكم. That's the good news، الخبر الجيد بعد أسبوع جاي شغل موجود. نختم بزيارة وارث للإمام الحسين سلام الله عليه في هذه الليلة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى نعمك أمير المؤمنين وعلى ابنتك الزهراء فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى ولديك الحسنين الشهيدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليكم يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيمانكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي قلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى أمك أم
البنين ورحمة الله وبركاته. السلام على التسعة المعصومين من ذرية الحسين، علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على